السلام عليكم ليكيب، حيدوا له الله ورا بعض. كيف راكم؟ كيف حالكم؟ كيف اخباركم؟ انا والله الحمد لله. درتو كي شفتكم متفاعلين مع لا فيديو اللي قبل، زدت فرحت 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 بزاف بزاف بزاف، وعرفت بلي تحبوني بزاف بزاف بزاف. ابا راح يكونوا بزاف 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 لي فيديو، حاب يقول برشا، حاب يقول كثير. نموت عليكم يا لي زون. قبل ما نبدا نحكي خوتي كالعاده، خلينا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليكيب تفهم نحنا عفسا كو لو كان تلحقولي لا فيديو اللي مقبل هذا 50,000 لايك ديركم بارت 2، وانتوما مازال ما لحقتوش 50,000، راكم واقيلا 30,000. مي في كو كاع التعليقات وكامل الرسائل اللي لحقوني في الانستغرام وفي الميسنجر وبارتو، بلا ما ننساو خوتي باللي عندي باجا فيسبوك راهي في صندوق الوصف، وعندي باجا انستغرام واحده راهي في صندوق الوصف، وعندي تيك توك واحده راهي في صندوق الوصف. كل تلقاه في صندوق الوصف بالي كيف على اسم شمسو بي ام بي. هاي اللي كليكي كيفاش نكتب، سمع حبيت ريشيرشي عليا، حبيت تلقاني اكتب شمسو بي ام بي في فيسبوك، عندنا صفحه فيسبوك مرحبا بكم ليكيب، وانستغرام وتيك توك. الموت عليكم لي زون. اسونسييل كي لقيتكم متفاعلين بزاف بزاف، ابا قلت ندير لكم بار 2 قبل ما تلحقوا لي لا فيديو، قبل ما تلحقوا لي لا فيديو 50,000، باسكو على بالي بلي تقدروا لها. كاين عفسه نقولها لك، اذا ما تفرجت لا فيديو اللي مقبل ما كان لا تفرج هذا، باسكو ما راحش تفهم واش راح يكون. لازم تكون متفرج لا فيديو اللي مقبل باش تفهم واش راح يكون في هذا لا فيديو. الور ما نطولش عليك ونخليك تروح تتفرج. برك قبل ما تتفرج خلي لي لايك وخلي لي تعليق وابوني اذا ماكش ابوني، ونموت عليكم خوتي. شكرا 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 جزيلا على الدعاء، والله غير شرفتوني، وعلى بها راح ندير لكم هاد لا فيديو باسكو كامل دعيتوا لي، ونسحق دعواتكم في التعليقات. وكيما راك هكذا اهبط دير لي لايك، والله دعمك يحفزني كثير كثير كثير، والله يا لي زوم. ونموت عليكم وخليكم على الانترو مريقله. واش تبعد لي هامليك؟ الله يسترنا والله يعافيكم والله لي بلي مؤمن، ونكبرهم لك باش تشوفوهم مليح يا خوتي. بعثت لي هادوما وانا شغل كي شفت هادوما اذا كادنا ولا فايز منا وادو فيا مات نهار خرجت الكادنا وكانت الهضره عليها بزاف، ومنا تما ولات الحاله دونجي، ولات الحاجه الحاله سيريه، تما توسوست ما قري. والله يا خوتي ما نخاف ما تصوالح، انا انسان الحمد لله يا ربي محصن، ومعايا ربي سبحانه، ومعايا دعوي الوالدين، ومعايا دعوي الخير الحمد لله يا ربي، ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. قلت ما حبيتش نبيلها بلي تخلات ولا ما خفت ولا ما حبيتش كاع نرياجي لها، كتبت لها برك باش نهدنها باش تعرف الدنيا هذه، باسكو يعني الناس اللي تروح بالسحر وتلحق لها العفايس انا بور مو ماشي عيبات، ولا ما نشوفهمش كيما حنايا. ثم كتبت لها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حب يقول إذا أنت رحت العراف السحار وأمنت بهذاك السحر وأمنت بالشعوذة هذيك، حب يقول أنت راك كافر فور موان، أنت ماشي مسلم. خليت لها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليتها صلاة ومحصن روحي والحمد لله يا ربي، وما خوفتني. انا ملتم يا خوتي، جازوا ايامات ايامات، شهور ثلاث شهور ربع شهور خمس شهور، بورتون كانت تبعت لي تصاور، كانت تبعتهم لي في الفايبر، تما كنت قادر هذاك النيميرو نقدر نروح نشكي بيها كاع، ما خليتها انا باش نشوف اسك هذا السحر كاين منه ولا راه يتخوف فيا ولا. اي دور يا زمان، خمس شهور ست شهور سبع شهور ما كان والو، ما صرا لي والو الحمد لله يا ربي، ما حسيت حتى عفسه، ما وليت نحبها ما والو، انا قلت بالك دوك نولي نحبها، بالك دوك نولي نعشق في هذاك الصنف هذاك اللي دايرين الحوايج بهم هكذا، كي الشيطان الله يستر. ديجا هي سحاره بن عمي، ديجا هي عامله كي السحار، شكون اللي تشوفها ديجا تخاف، تشوفها ديجا دوك الجور هذوك تاع بني هجرس هذوك الضمهاصين هذوك اللي الله محمد رسول الله، اي بورتون والله تقدر تنافيكي اللي جا تما الله يبارك طاي، وتما كيما يحبوا الشعب طوموبيل من تما كيما يحبوا الناس. كيري تا يا خوتي اقسم بالله غير كيري بور موان، نشوفها شيطان والله العظيم، باسكو الناس اللي دير هكذا ماشي نورمال، والله غير بور موان ماشي نورمال، حاسبين الدنيا شغل تيري برك، حاسبين الدنيا جغبيل برك. شوف
ربي سبحانه يقول ولا تحسبن أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم إلى يوم ستشخص فيه الأبصار. حبي يقول صدق الله العظيم، حبي يقول الناس اللي يديروا هكذا يا ويلهم شغل ما يا ويل يا ويلك انت في الاخرات. ما انا بورمو هذه ما قعدتش كومينيكاسيون مع ديجا، كي قعدت معاها شغل تحس قلبك هرب. ايماجين هذه غدوه دخلت معها في رولاسيون كملتو وكذا منا، ايماجين تقدر دير كل الصنف هذا يخوف. انا الحمد لله يا ربي انسان كي نشوفه موش مليح، كسوا راجل ولا طفله ولا نيمبورت انسان في الدنيا، نجي نتعامل مع انسان كسوا في التجاره ما يعجبنيش قلبي يهرب منه وحدي نيفيتيه بلا ما نجرحه ولا نبين له بلي نيفيتيتك ولا ما نبينلوش برك نيفيتيه بهذا الطريق. شوف وين وصل. ودائما تصرى لي هذه العفسه نيفيتي واحد الناس، اقول الحمد لله يا ربي تما انا ماشي من الجور هذاك اللي كثر الصحاب ولا كثر البنات، معليش خلاط انا الحمد لله يا ربي. مي والله غير بور مو الجهل، اقسم بالله غير الجهل ديرك. الحمد لله يا ربي راني بيان مريقل، اقسم بالله يا خوتي. برك ننصحكم تما ما تخلطوش في امور كيما هادو وما تهديوش نامبورت لوكي. انا والله يا خوتي ما نقدر نقطع في انسان سما طفله، سورتو طفلات سما ما نقدرش نقول عليها انت فيك وفيك بلا ما نعرفها زعما، نشوف غير على المظهر. حاشا اذا اذاتني انا زعما انا تهديني تما نقدر نهضر عليها كيما قاعد نقول لكم فيها وفيها. أبرز زعما إنسان هكذا زعما كيما كانت باللوك هذاك ما نهضر فيها، ما نقول بلي شفاش عاملة ما والو تتهارد. بصح إنسان اللي يذيك ولا يسرقك ولا زعما يهضر عليك بالشر هذاك أنا بور موان نقطعو تسمى نهضر فيه وآلاز كاع. باسكو يا خوتي مظهر يريح مظهر، كل واحد لونتوراج تاعو، كل واحد كيفاش عايش، كل واحد كيفاش يحب يلبس. أموركم كيما تحبي تلبسي اللبسي، خرجي عريانة أنا ما تديرونجينيش كاع، بصح تاذيني ما كاش كيفاش شغل ما وكنت قادر ندير بزاف عفايس ماشي بلاك، قادر نسمع ناس اللي ما يرحموهاش اقسم بالله ما يرحمهم. مي خليتها باسكو ما كان والو، عفسه ما كان والو. الحمد لله يا ربي يحبني، ناس الخير يحبوني، ناس ما شاء الله يحبوني، معايا دعوي الوالدين محصن، والله ما نخافات صوالح يا خوتي. سونسي الفايده والمفيده حبيت نقول لك انتي ولا انتوما كاع اللي تعرفوا هاد الصوالح تاع السحر ومنا، الله يسترنا الله يعافينا الله يهديكم. هذا واش نقدر نقول لكم، باسكو اقسم بالله غير بور موا انا ما شوف الدين شوف قرا القران الكريم تما رانا مسلمين، قرا القران الكريم تحلب باللي ما يقول سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى. الفلاح واش حاب يقول؟ الفلاح حاب يقول الخير في الدنيا والاخره. لا ولا يفلح بيقول ما خاسر في الدنيا والآخرة، تما السحر راهو خاسر في الدنيا والآخرة. هاد صوالح يا خوتي آخرتهم عند ربي حاجة كبيرة بزاف 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 والله العظيم. سيفرين ديروا الإتم وكذا بصح باش نروح نسحر إنسان حاجة كبيرة بزاف، تما خلاص نديميسيوني الدنيا منولي شوف روحي عبد، تما نولي نقدر نقتل العباد، نقدر ندير إذا فتو سحرت ولا زعما اقسم ما حاجه غراف يا خوتي. والحمد لله ربي استرنا ودائما ساترنا ربي الحمد لله يا ربي، وقربي معانا ومعانا دعاوي الوالدين ومعايا نتوما احنا كاع مسلمين وما نخافوا غير ربي سبحانه، غير ربي اللي نخافوا. هذه هي من الاخر خلاصه القول والموت عليكم خوتي، وهذه كانت تجربه ليا في الدنيا وما نتمنى تصرى لحتى واحد، وودوها الدرس من عندي. وجاسبر ما طولتش عليكم يا خوتي، حكيت لكم حكايه بالك جامي حكيتها ولا سي لا بريمير فوا نحكيها معاكم. تما ماذا بيا كاع تعطوا لي رايكم في التعليقات، اسك نتوما صرات لكم صح ما صرات لكم صح، تعطوا لنا نصائح، تعطوا لنا ادعيه، تعطوا لنا احاديث، تقفونا في التعليقات رانا نقراو تعليقاتكم. وقولوا لي واش راكم حابين جديد ثاني لحقكم الجديد، باسكو راهو جاي جديد يا خوتي، جايين تحديات، جايين مقالب، ما نهدرش خير، جايين بزاف لي فيديو شابين. برك نتحداكم هاد لا فيديو هاد الحكايات لحقوها لي 50 كا جام يا خوتي، يلا 50 كا جام. تما انت اللي راك تشوف دير لايك ما راك خاسر والو، خوك المسلم نموت عليكم خوتي، دير له لايك، خلي له تعليق، ابوني اذا ماكش ابوني، ويعطيك الصحة ونموت عليك، ونترافدوا بين بعضنا. وانا ثاني كي نشوف موهبة ولا نشوف زعما محتوى مليح ابعثوا لي في الانستغرام، عاوليك الانستغرام ديالي تكون محتوى شباب ولا نامبورت محتوى راك تقدم فيه نشوفه وندير لك بيبليسيتي في المقدمه هكذا انت تستفاد
وانا نستفاد تاني هكذا نتفاهموا عليها ماشي كاع مشكل خوتي فوق الراس والعين. وما تنساوش الدعم والدعم والدعم يا خوتي نتكلم عليكم طردقوني هاد لا فيديو ومرقلها بعد.